الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى الفصل الثالث في زيادة توضيح لحد الحركة وما يتوقف عليه على هذا الحد طبعا الحد هنا بمعنى المهويلة لا, لا، جنس ولا فصل، لأن الحركة كما سيأتي في الباراديغم الصدرائي نحو وجود، تعين للوجود المادي، الوجود بنحو، يعني وجود ربطي، في النظم المنطقي يحكيه مفهوم ثاني فلسفي، مفهوم الحركة. مفهوم ثاني فلسفي يحكي حيثية وجود ربطي وليس ما هي من الماهية وبالتالي ثقافة الحد هذه أنزح من ذهنك قد تقدم أين في الفصل السابق أن الحركة يعني هذا الخروج من النقص إلى الكمال تدريجا نحو وجود نحو وجود يعني الوجود بنحوين لأن خرجنا من الماهية خلاص نحن في أصالة الوجود إذا الحركة في الوجود المادي وليس في الماهية المادية في الوجود المادي نحو وجود، وجود ربطي، لا هوية لها إلا في موضوع هو الوجود، الوجود بنحو، نعم، يخرج به الشيء، الشيء يعني الوجود المادي من القوة إلى الفعل تدريجا، يعني من النقص إلى الكمال تدريجا. أي بحيث لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده، طبعاً هوية الحركة أن الأجزاء تندثر وتأتي أجزاء أخرى، طبيعة الحركة هكذا، هوية الحركة هكذا، أي بحيث لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده، القوة يجب أن تختفي تأتي فعلية، فعلية حاملة حاملة لقوة حاملة لقوة أخرى لفعلية آتية. تنتفي هذه القوة تصير فعلية فعلية أخرى تتعين بقوة وهكذا في شيء داثر زائل منختفي والشيء يظهر وبعبارة أخرى يكون كل حد من حدود وجوده حد هنا مقطع يمكن لك من هذا الحد تنتزع ما هي ما هي نطفية ما هي علقية ما هي جنينية ما هي إنسانية ما هي إنسانية ملكية ما هي إنسانية شيطانية يمكن تق... لأن الحدود الوجود إذا تعين هوية محدودة تتعين الماهية وإذا تحدث بمقاطع الوجودات الأصيلة تقول وجود نطفة وجود علاقة وجود مضغة وجود جنين وجود إنسان نعم يكون كل حد من حدود وجوده فعلية للجزء السابق المفروض وقوة للجزء اللاحق المفروض نعم اذا كل مقطع في نظام النظام الالهي المتجلي في الوجود المادي عندنا مقطع يعني وجود محدود ما دام هو وجود محدود فعليا اذا حمل استعداد من ياتي فهناك غير مشبع بالقوه فيصير فعليا تلك الفعليه كذلك فعليه إذا حملت استعداد في مادة المتواجدة فيها فهي مضى غير مشبعة إلى فعلية لاحقة وهكذا، نعم. فالحركة هنا يعرف الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، أو من النقص إلى الكمال تدريجا، نعم. والتدريج معنى بديهي سيلان تطور. نعم، هذا هذا التعريف لصدر المتألهين. نعم. هنا السيد العلامة له حاشية يقول والتدريج يعني التطور معنى بديهي بإعانة الحس عليه. نعم. يعني هذا المعنى بديهي بشرط المعاينة الحسية. والتعريف ليس بحد حقيقي، لأننا نحن في المفاهيم الفلسفية في الحيثيات، والحيثيات لا هوية لها حتى تكون لها جنس وفصل، لأن الحد للماهية، والحركة نحو وجود، نحو وجود يعني حيثية، وجود ربطي، والوجود لا ماهية له، منه قدس سر هذه حاشية لمن؟ للسيد الطباطبائي قدس سره، المحشي يشير إلى نكتة جميلة، والسيد العلامة، السيد العلامة لماذا كتب هذه الحاشيه لأن المستشكل على هذا التعريف ما هو التعريف؟ الحركه ما هي؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجًا يعني كأنك قلت خروج الشيء من القوة إلى الفعل حركة، لأن التدريج حركة، دفع هذا الإشكال بهذه الحاشية أن التدريج أمر بديهي نعم الكل الكل يفهم هذا حتى العامي الإنسان إذا دخل القطار والقطار بقي ثواني للحركة يقول له أسرع أسرع حتى تدرك القطار لأنه سيتحرك ما معنى يعني سيتدرج سيتدرج ويروح نعم وحدها المعلم الأول يعني أرسطو إنها كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة بأن هذه المسألة يعني ذلك الاستعداد الذي تحمله الفسيلة ماذا يصير يصير نخلة مثمرة إذا هذا كمال أول له يتعين به نعم بعد حركة ما إلا أنه كيف يصير كمالا نخلويا هوية نخلوية تثمر بما هو فسيلة أم بما هو فسيلة حاملة للقوة بما هو بالقوة لما بالقوة من حيث انه بالقوة، يعني من حيث انه بالقوة ليس من حيث انه فسيلة، الفسيلة لا تتكامل فعليا، مشبعة. إذا من جعلها تتكامل؟ حاملة لاستعداد، حاملة لقوة النخلة. نعم، تعريف بربري ومبهم وغامض هكذا تفهمه. إذا الفسيلة لماذا تصير نخلة؟ يعني لماذا تتحرك؟ لأنها فسيلة أم لأنها حاملة للقوة والاستعداد إذا هنا في أمران بما أنها فسيلة مشبعة تمت واقعيتها تمت واقعيتها وممكن ممكن توضع في المتحف أصلا ما تتحرك نحو النخلة فسيلة قديمة قديمة تبقى في المتحف أو في متحف البيولوجية في متحف الجامعة لا يهم لكن إذا وضعت في التراب حتى تصير نخلة ليس بما هي فسيلة بل بما هي فسيلة حاملة للقوة بما هي بالقوة هذا هو تعريف أرسطو حينها حينها تصل إلى تصل إلى النخلة يعني هكذا حركة دائما بما يتحرك بما هو بالقوة إلى النهاية التي هي النخلة وتوضيحه سيد العلماء كأنه أدرك أن هذا التعريف بربري بربر يعني وحشي وغامض مبهم يريد يوضحه أن الجسم المتمكن في مكان ركز على الجسم العرفي نعم قطار متوقف في المطار في المطار في المكان نحن الجزائريين نقول لاغار يعني محطة القطار أن الجسم المتمكن في المكان مثلا مثلا يعني لك أن تمثل بما تشاء إذا قصد التمكن في مكان آخر يعني القطار ينطلق من من بغداد إلى البصرة إذا كان هناك قطار أو من الجزائر إلى وهران أو من القاهرة الإسكندرية أو من باريس إلى مرسي. مرسيليا مارسيليا لا يهم المثال إذا قصد التمكن في مكان آخر ترك المكان الأول بالشروع في السلوك إلى المكان الثاني حتى يتمكن فيه في نهاية المطاف ويتوقف يأتي السكون جيد هذه بديهية واضحة نعاينها بالحس والخيال فللجسم وهو في المكان الأول كملا كملا كمال أول وكمال ثاني بالنسبة إليهما كملا هو بالنسبة إليهما بالقوة يعني هذا المتمكن يعني القطار في, في محطة القطار له كملا هو بالاستعداد وليس بالفعل بعد ما وصل إلى النهاية وهما ما هما السلوك الذي هو كمال أول هنا تأتي تعريف الحركة إذا القطار وصل إلى الغاية من باريس إلى مارسيليا من بغداد إلى بصرة من القاهرة إلى اسكندرية من و... من العاصمة الجزائرية إلى وهران بين كما تمثل كما يحلو لك جيد إذا ما هو الشيء الذي يجعله يصل إلى النهاية الحركة إذا الحركة كمال أول الوصول إلى النقطة النهائية الكمال الثاني وهما السلوك يعني الحركة الذي هو كمال أول والتمكن في المكان الثاني الذي هو كمال ثاني فالحركة وهي السلوك كمال أول للجسم لكن كيف الذي هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين لكن لا مطلقا لأنه إذا انتفى الاستعداد الحركة تتوقف بل من حيث أنه بالقوة يعني ما دام حامل لذلك الاستعداد بل من حيث أنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني يعني النهائي لأن السلوك متعلق الوجود به يعني لولا الوصول إلى الغاية السلوك لا معنى له تحرك القطار لا معنى له اسأل أنت كل الراكبين لماذا أنتم تتحركون يقول والله الحركه في حد ذاتها شيء جميل فنحن نريد ان نتمتع بالحركه نعم يمكن تتمتع بالحركه بالعرض اما المقصد هو الاساس انت ركبت القطار لذلك المقصد نعم تريد المقصد هو الكمال الثاني حركه كمال اول الكمال الاول دائما يكون بالقوه الى الكمال الثاني والا لا معنى معنى الحركه عندك انت طفل صغير في القطار معك وطفل الصغير في عادة لا يريد ان ان يؤطر باطار يحدد من حريته وحركته هذا القطار انت في 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 القطار كل شيء مسدود ومغلق الطفل يضجر ويتعب يقول متى نصل؟ تقول لا زال لا زال لا زال لا زال هذه يعني لا بالقوه هذا لا زلنا بالقوة ما دام أنت تتحدث بهذا المعنى لا زال لا زال يعني لا زلنا بالقوة فالحركة مستمرة إذا وصلت له وصلنا يعني القوة هناك بعد انتفت حركة لا معنى لها وصلنا تنزل هذه الفهميات العرفية الفيلسوفيات ويدققها في شكل قوانين تقول لماذا العرف يفهم هذه هذه المسائل العميقة العرف لا يفهم هذه المسائل العميقة حاكمة عليه حاكمة عليه فيفهمها شام أبا حياته كلها قائمة على هذا الأمر نعم ولهذا إذا كان هذا هذا الولد أو الحفيد واقحا يريد ينزل تمسكه تقول لا زال بل لم نصل بعد يعني ما زلنا بالقوة إذا ما دام عنصر القوة موجود الحركة موجودة نعم من هنا تفهم هذا التعريف البربري الوحشي لارسطو نعم يقول انه كمال اول يعني هذه الحركه ما هي لما بالقوه من حيثنا بالقوه؟ لمن بالقوه للمقصد والا لا معنى للحركه لان الحركه والسلوك جعل للمقصد ولهذا يقول لان السلوك متعلق الوجود به يعني بالغايه والكمال الثاني. وقد تبين بذلك ان الحركة متعلقة الوجود بامور ست، هنا يشير الى مكونات الحركة. مكونات كلها مكونات تحليلية. نعم، مكونات تحليلية، ليست متونا في الواقع الخارجي، واقعيات في الخارجي ثم التصقت، لا لا لا، حقيقة واحدة ناتي ونفككها. نعم، بالتفكيك التحليلي. وقد تبين بذلك ان الحركة متعلقة الوجود بامور ست، يعني مكونات. هذه هي التي تعطي الهويه لهذه الحيثيه المبدا يعني الانطلاقه نعم والانطلاقه ليست داخله في هويه الحركه وهي يلزم التسلسل كما سياتي وهو الذي منه الحركه والثاني المنتهى وهذا كذلك ليس داخلا في الحركه لان هناك توقف الحركه وهو الذي اليه الحركه فالحركه تنتهي من جانب الى قوه لا فعل لها هذه البداية هذا هو المبدأ نعم لا فعل معها تحققا أو اعتبارا ومن جالب إلى فعل لا قوة معها تحقيقا أو اعتبارا على سما على يتبين ان شاء الله، اذا عندنا مبدا وعندنا منتهى هذا المبدا اما حقيقي واما اعتباري، اعتباري يعني انتزاعي، مثلا في الحركة الدورية ما عندك هناك مبدأ ومنتهى، تعتبر مبدأ أنت تحط نقطة على ألف بالأحمر وتجعله هو المبدأ وتضع المنتهى في المكان الذي يحلو لك. نعم، إذا عندنا مبدأ حقيقي أو اعتباري، منتهى حقيقي أو اعتباري. نعم. الثالث المسافه التي فيها الحركه وهي المقوله مقوله المتى والرابع الموضوع الذي له الحركه يعني القطار الذي يتحرك وهو المتحرك والخامس الفاعل الذي به الحركه وهو المحرك والمحرك هنا في الفهم العرفي هذا الرجل الذي يحرك القطار في النظام النظام الدقي هذا المحرك عله معده فقط عله معده وانما المحرك هو العله المطلقه وهو الواجب الوجود نعم الخامس الفاعل الذي به الحركه وهو المحرك السادس المقدار الذي تقدر به الحركه وهو الزمان مقدار الحركه هو الزمان نعم هذه كلها تاتي مفصله هذه المكونات تأتي مفصلة نعم يعني الزمان والمسافة والسرعة وموضوع الحركة وفاعل الحركة هذه كلها تأتي بالتفصيل الفصل الرابع في انقسام التغير التغير غير الحركة نعم من أقسام التغير الحركة لأن فيه تغير دفعي انطلاقة تغير غير غير تدريجي الوصول دفعي غير تدريجي نعم من أقسام تغير الحركة قد عرفت في الفصل الثاني من هذه المرحلة أن خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يخلو من تغير نعم تغير تدريجي إما في ذاته يعني في صميم جوهره وأما في أحوال ذاته يعني في أعراضه إذا تحدثنا بالباراديغم المهوي اما اذا تحدثنا بالباراديغم الصدرائي التغير في اصل الوجود وحيثيته اندماجيه هي عين الوجود وان شئت فقول اما في ذات في ذاتيه كما في التحول النوع نوع جوهري الى نوع اخر جوهري نعم كما في الكون الفساد عند المشاء ماء صار بخارًا تغير في جوهره نعم صار بخارا نعم أو في عرضي عرضيه, عرضيه كتغير شيء في أحواله العرضية نعم هذه بيناها وواضحة يعني التحرك في تغير في أصل الجوهر أو في الأعراض لاحقة اللاحقة به مثلا نطفة جوهر فصارت إنسان تغير جوهري نعم في حجمها يكاد الميكروسكوب هو الذي المكبر هذا المجهر هو الذي يرى وصارت حجما كبيرا في الانسان هذا تغير في الكم نعم كم المقدار ثم التغير تغير هنا يقسم التغير الى تدريجي ودفعي اذا التغير اوسع دائره من من الحركه التدريجيه ثم التغير اما تدريجي هذه الحركات نطفة إلى الإنسان وإما, وإما الدفع بخلاف التدريجي الانطلاقة الدفعية الوصول دفعي ولهذا قلت لكم لا تدخل الانطلاقة ولا النهاية في متن الحركة نعم لأنها هي قصيم قصيم الحركة والتغير التدريجي ولازمه إمكان الانقسام إلى أجزاء لا قرار لها ولا اجتماع في الوجود يعني يمكن أن نقسمها هي الحركة طبعا نقسمها بالادعاء لأن الوجود الواحد السيال ليس مقسما في الواقع الخارجي نقسمها إلى حدود ماهوية نعم وهو التغير نعم وهي الحركة والتغير الدفعي قلت لكم هذا لا يدخل في متن الحركة لأنه قسيمها انطلاقة والوصول بما أنه يحتاج إلى موضوع يقبل التغير وقوة سابقة على حدوث تغير لا يتحقق إلا إلا بحركة نعم يعني الحركة هي التي تحقق هذا الدفع في الانطلاقة وفي الوصول نعم لما عرفت أن الخروج من القوة إلى الفعل كيفما فرض لا يتم إلا بحركة حركة غير أنه لما كان تغيرا دفعيا لا يدخل في متن الحركة يعني في هوية الحركة كان من المعاني المنطبقة على أجزاء الحركة الأنية الأجزاء الحركة الأنية 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 هذا الأنية إذا ليست حركة نعم كالوصول ليس من صنخ الحركة والترك والاتصال والانفصال هذه كلها مفاهيم لا تدخل في مثل الحركة بالعكس في مقابل الحركة نعم الوصول نهاية الحركة الترك بداية الحركة الاتصال الاتصال يعني أنت تلمس الآن هذا الزجاج بإصبعك والانفصال ترفع يدك عن هذا الزجاج هذه كلها ليست حركة نعم فالتغير كيفما فُرض لا يتم إلا بالحركة نعم يتم بالحركة الحركة تدريجية لكن الدفع ليس تدريجيا فلا يمت بصلة إلى الحركة وإن كان متعينا بالحركة هذه سجلها جيدا نعم إذا الحركة هي التي تعين الانفصال الاتصال ترك الوصول النهاية البداية إلا أن هذه المفاهيم ليست في متن الحركة مطلقا بالعكس تقع في مقابل الحركة الوصول يعني نهاية الحركة الترك يعني بداية الحركة الاتصال والانفصال يعني أنت انفصلت عن شيء يجب أن نفهم هذه المسألة ويأتي إن شاء الله بيانها بالتفصيل أن هذه الدفعيات لا تدخل في تعريف الحركة ولا يلزم التسلسل ثم الحركة تعتبر طارة بمعنى كون الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى الحركة القطعية والحركة التواصليه بحيث كل حد من حدود المسافه فُرض فُرض فهو ليس قبله وبعده فيه يعني انت من بعيد ترى السيار، السيار في الجزائر مصطلح على هذا الطريق الكبير السيار نعم يعني كلمه جميلة الفرس يقول أطوبان الأطوبان يعني الطريق الكبير طريق السيار أنت ترى هذا القطار من طائرة طائرة أو مروحية ليست في العلو كثيرا يعني قريبة قريبة من قريبة من السيار وتبصر سيارة دفعة واحدة يعني لا تنظر إلى ما, ما, ما سبق وما لحق دفعة واحدة تنظر السيارة كأنها ساكنة هذه هي الحركة القل الحركة القطعية نعم ولهذا هنا يستخدمون عبارات غامضة مبهمة ثم الحركة تعتبر تارة بمعنى كون الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى يعني في الوسط تراه دفعة واحدة بحيث كل حد من حدود المسافة فرض فهو ليس قبله وبعده فيه وهي حاله بسيطه، بسيطه نقطه نعم، نقطه ترى السياره فقط لا تبصر السابق واللاحق. بسيطه ثابته غير منقسمه نقطه وتسمى الحركه التوسطيه ليست القطعيه. لانها في الوسط، قطعية لا. القطعيه ترى السياره وهي ماذا؟ سيانة وهي سيارة متحركه. وتعتبر تارة بمعنى كون الشيء بين المبدا والمنتهى بحيث لو بحيث له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة التي كل واحد منها فعلية للقوى السابقة وقوة للفعلية اللاحقة يعني ترى السيارة بما هي مستمرة يعني عند قابلية أن تستمر 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 تستمر, تستمر. هذه الحركة القطعية في مقابل حركة الحركة حركة التوسطية الأخرى بسيطة ثابتة هذه لا سيالة متطورة نعم وتعتبر تارة بمعنى كون الشيء بين المبدا والمنتهى بحيث له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة، يعني حدود المسافة يعني مقاطع المسافة التي تقطعها السيارة. كل واحد منها فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة بيناها هذه. السيارة الآن في ألف بالنسبة إلى ب بأ الذي تأتي بالقوة. إذا وصلت إلى بالنسبة إلى جيم السابق كانت هي بالفعل وهكذا. نعم من, من آه 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 وتعتبر تعتبر تارة بمعنى كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة، يعني تنظر إلى الأمام والوراء التي كل واحد منها يعني الوراء والمتقدم فعلية للقوى السابقة هذا المتقدم وقوة للفعلية اللاحقة هذا المتأخر، يعني السابق واللاحق من حدٍّ دين يتركه ومن حد يستقبله حد يعني مقاطع الحركة فالسيارة تراها ماذا في هذا الحد ثم بعد ثواني في حد ثاني خصوصا إذا كانت سيارة ألمانية ثم في الحد الثالث والرابع نعم ولازم ذلك الانقسام إلى الأجزاء والانسرام طبعا هذا الانقسام بالقوة والتقضي تدريجا وعدم اجتماع الأجزاء في الوجود نعم لا معنى لأن تبقى في إيه تبقى في المقطع السابق لأن السيارة تتحرك تتحرك إذا وصلت إلى باء من ألف إلى باء لا معنى أن تبقى في باء تروح إلى جيم ولا معنى أن تبقى في جيم تروح إلى ميم ميم دال حتى تصل إلى المقصد النهائي نعم نعم ولازم ذلك الانقسام يعني مقاطع متعددة طبعا مقاطع وهمية بالإدعاء إلى الأجزاء والإنصرام والتقضي يعني تن الأجزاء تنصرم وتصير في الماضي والتقضي يعني تنتهي تدريجا وعدم اجتماع الأجزاء في الوجود إذا اجتمعت في الوجود صارت ماذا؟ توسطية نقطة فقط نعم وتسمى الحركة القطعية إذا الحركة نقسمها لا توسطية وقطعية التوسطية في, في الحقيقة ليست حركة نعم والاعتباران والاعتباران خلوه إلى الحصة الآتية لأن الوقت انتهى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد